المغرب بعد فريق جرين بوفالوس أو الجواميس الخضر. طبعا الأكيد الجماهير التونسية عموما اللي تتابع المسابقات القارية على مستعرف غرينبو عديد المرات، ولو أنه ملعبش الأدوار المتقدمة لكن كان يمثل فريق هو الكرة الزامبي. كرة وتصويبة من بعيد موجودة الأرسنالي في فرنسا في فريق سويو، تصويبة محاولة المباغتة من بعيد ميلاتراف، الانطلاقة خطيرة إيرين لونغو، خطيرة لونغو لو بانشي وسهلة سليمة جبران. جبراني استلام لو بانشي، تبعت لو بانشي حتى كرة ترودي، ترودي وتربح خطأ. ليه الحكمة تطلب اللعب؟ تطلب اللعب الموريتانية ريفات أبو ظبي للموسم. إيمان ترودي في كرة كان مارغاريت بيليمو، الاعتراض واضح، والموريتانية ماريا باكويتا ريفات. كرة ترودي، سيرة كرة من ترودي لماماي، التصويب كرة وموجود الحارس أسنل. وتدخل ثم خلت ممكن تترك الأسبقية ثم ترجع عبيشي، لمسة ممتازة كعبيشي لشيرين اللامتي، والحكمة ترفع علر، وأول بطاقة لإيرين لونغو على راشيل. كرة لجريت شاندا واثناش إيفارين كاتونغو، والتصويب وضعيفة سهلة لسليمة جبران. واقف على التصويب إيفارين كاتونغو، كانت أمام إيمان ترودي، تصويبات من عباس مركز صبري حويج سامي العوني، التنفيذ المباشر وموجود الحارس آسن نالي. شيلوزي وسط الملعب، إيمان ترودي بعيدة بعيدة، كرة نسبيا على مريم حويج. مش أبرز لعبات كرة القدم للسيدات تويجا أظهر مرة في الشامبيونز ليغ، هجوم خطير، تشيومارا ما بيبا وضربة جزاء. ثماش كلام العودة للفار، تدخل فيه تهور كبير دون تلي ما بيبا، تدخل المنطقة وتدخل واضح، تدخل واضح من راني عوينة على ما بيبا، واضح تدخل، قلت العودة للفار. ولو أنه نذكر أنه الاتحاد الافريقي لكرة القدم لأول مرة في كرة سليمة موكاسان والثنائي المغربي فتحية شرف التسجيل للروس للمنتخب. لوبانشي تتقدم وتضيع، قوية، ضيع لوبانشي يا لو شبراني، تبقى ضيعها في وحده والنتيجة تبقى متعب. ما ثماش تسلل، ليس هناك تسلل، تخرج شبراني لعبتك شيوم، ما كانتش متسلة في ظل تأخر خروج، وأجبرت سليمة جبراني على مغادرة المرمى. لعبة كرة، ليس هناك خطأ، لعبة كرة الحارسة سليمة جبراني. وعلى غرار حويج، هذه كرة عدت كعباشي، كرة وانا لي الحكمة، ضربة جزاء لصابرين اللوزي مع مارغاريت بيليمو، المراوغة، التصويب، لمسة يد وأكيد العودة للفار، لمسة من موينبا لوسومو موينبا، اعتراض باليد لكورم. هذا التوقيت صابرين اللوزي تتجاوز موساسي ولمسة يد من موينبا الإفريقي. إعادة لكرة ولا فيها وعليها، فيها وعليها، لا 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 للأمانة موينبا عن قرار أعلام بعد أن شاهدت تقول ألعب كرة، لم يكن هناك لمس للأمانة. با ما بي با وغاد العيادي تماس الراشيل سولو، توسيع كرة لوبانجي أي ما شبران، يلزم يرد باله المنتخب التونسي، أكيد يلعب هذا اللقاء. نعود إلى الشوط الثالث، المجموعة 45، بيسي تبقى كرة زامبية، إيفارين كاتونغو من ترودي، لكن دائما الخطورة من مارتا تخسر اللوزي، التصويب
التصويب، الخطورة دائما من شام يكون موفق، من سابرين اللوزي عادت الكرة أمام والتصويبة كانتش بعيدة محاذية لمرمى جبراني، ولو أنه واصل الضغط المنتخب الزامبي جبراني قبل جريس شاندا، الامتياز لجبراني. تألق هذه المرة راشيل زولو، شوف العرضية من مارتا تيمبو، راشيل زولو في ظهر المدافع سامي العوني بالرأس، تألقت في ثلاث مناسبات خطيرة بالرأس، والحضور من جبراني أكيد كذلك تحاول أن ممكن تكسر الإيقاع. 10 اللعب المباشر، هذه أول خطورة في اختراق الدفاع الزامبي، تصويبة قوية من إلى كعباشي أبعدتها نالي، وكرة ثانية وهجمة ثانية ماري محويش تربح من خلالها خط نالي. متأخرة حويز التونسي كما ذكرت 9 جويلية يلعب ضد تاخو إشارة التنفيذ، ما بيبا تختار التصويب المباشر والهدف الأول، الهدف الأول ما بيبا بمخالفة مباشرة تباغت جبران، بعد أن تألقت حارس المنتخب التونسي سليمة جبران كرة مباشرة بيبا والهدف بيبا باختت جبراني. هل هناك تأثير من شيتوندو؟ شيتوندو ترجع للفار وممكن يتم إلغاء الهدف، توندو لكن كانت في وضعية تسلل وكانت أمام جبراني، ولأنه جبراني كذلك ممكن عندها نسبة، يتم إلغاء تسلل والنتيجة تبقى متعادلة دون أهداف. التسلل ذات أفيل شيتوندو، شيما عباسي تويلا كورة، مارتا تيمبو استلام لونغو سهلة في دين جبران، تويلا كورة جبراني استلام من تخنى دق. مباراة في الربع الساعة الأخير بأربع مهاجمات، وهذا التوقيت وتأخير آخر، تأخير آخر ياسمينة بارومي با ترفع كون جبراني، وين جبراني وين جبراني، والهدف الأول، والهدف الأول شيتوندو، الهدف الأول قلت حذاري من هذه كرة ثبت تماما، هذه الإعادة كرة أولى من شاندا في التمهيد وموينبا في التنفيذ، تمهيد أول من جريس شاندا بالرأس وموجودة شيتوندو في ظل غياب إمكانية وقت للتدارك، عندما فكر الأندلسي في تدعيم بإقحاء رجيلة كعباشي كذلك تدخل 21 غير الأمور، شوف الخطأ ارتباك ارتباك قلت خطأ، والهدف الثاني ضاعت، خطأ مشترك بين جبران، يعني هدف الوقت هدف الثاني، قلت حتى الخسارة في تاتي السافر الحظة الأخيرة في اللاعبات الزامبية، هذا الفوز اللي هي نقاط تونس، نقطة للكاميرون، 0 نقطة للتوغو، قائد الله وحفظه وإلى اللقاء.